كل الطلاب اللي عم يتهيئوا لاختيار التخصص الجامعي المناسب لطموحاتهم لقدراتهم، يمكن اليوم كثير من المهم انه نحكي بفقرتنا عن الطريقة الصحيحة لاختيار المسار الصحيح لليوم للدخول لسوق العمل. يمكن دائما بيصير في فروقات، احيانا واحد بيطمح انه انا بدي هذا الفرع، علاماته يمكن ما بتأهله لهذا الشيء، بيوقف، انا ما بقى فيني انه خلص بدي ارجع عيد، ما يمكن في شغلات ممكن تكون منيحة لإله، يمكن في اشياء بسوق العمل اللي تكون فيها فائدة لإله اكثر. صحيح. خصوصا بالوضع اللي نحن فيه، يمكن هلا صار الاتجاه كله نحو سوق العمل، يعني الاشياء المهنية. المهنية قصدك. تماما، مو بس العلمية. تماما. ليلى، يعني المشكلة هي يمكن صورة نمطية. يعني من نحن وصغار تعودنا شو بتحب تطلع؟ مهندس، شو بتحب تطلع؟ دكتور، شو بتحب تطلع؟ طيار. يعني دائما الاهل بيساعدوا. صحيح. برسم هاي الصوره النمطيه عند الشباب، فبالتالي ممكن يتوقع شيء اكثر من قدراته. مو غلط انه الشخص يكون عنده قدرات مختلفه عن غيره، قدرات علميه، ولكن ممكن يكون متميز بالسوق المهنيه بكثير من المهن اكثر من الاشخاص المتميزين بالسوق، طبعا سوق العمل علميا واكاديميا. لهيك نحن اليوم بدنا نحكي عن المجالات والتخصصات اللي اصبحت موجوده واللي كثير مننا للاسف بيجهلوها وبيجهلوا اهميتها. خلال سنوات الحرب اصبحنا امام مهن مطلوبه جدا جدا. اليوم رح نتعرف عليها اكثر مع مدرب التنميه الاستاذ سليم الكسم، واللي دائما بيعرفنا على طرق جديدة للتفكير بمستقبلنا. ما نضل حاطين بس انه اذا جبت هيك معناته رح ادخل هيك، لا، الحياة في إلها كتير ابواب لازم ندقها ونجرب فيها. يسعد صباحك استاذ سليم. صباحكم. استاذ صباحك، شو المقدمة الغنية؟ اهلا وسهلا. ما ضل اللي حكي. لا لا مثل ما ذكرنا بالمقدمة انه اليوم الطلاب عم ينقسموا لفئتين، فئة بترغب خلص عندها رغبة محددتها انا هذا الخيار بدي اياه، 100%. فئة ثانية بتعتمد على معدلها بالبكالوريا. اليوم بين هدول الفئتين كيف ممكن نحن اليوم نحدد المسار الصحيح المهني لمستقبلنا؟ هلا اول نقطه اللي خليني اقول، هلا اللي جايبين علامات عاليه واللي هلا ما حيعيدوا تكميلي واللي نهوا الامور واللي برايهم هن حنفوت تحضيري وخلاص نحن طب، تمام. اول شغله في قاعده اسمها الجيد عدو الافضل. اول شيء مشان الله انتم لا شوفوا خياراتكم ولا تباخذوا بس الطب. الطب خلص حصلتوه حطوه على جنب. اذا جبت علامات الطب مو شرط تفوت طب، يمكن الطب ما بيناسبك بالمهارات الشخصية، ما بيناسب قدراتك، يمكن تكون أنجح بمراحل بشغلة تانية. وكثير من الناس المشكلة الصورة النمطية أن الطبيب هو الأعلى دخلاً والأكثر مكانة، مو صح. يا طلاب بكالوريا اليوم الأساتذة اللي درسوكم سواء أستاذ عربي والأستاذ رياضيات والأستاذ فيزياء والأستاذ كيمياء بتعرفون دخلهم هدول اللي درسوكم أكثر من أطباء. وبتعرفوا هاي المعلومة كل، يعني أنتوا لمستوا هاي المعلومة شفتوها. نفس الشيء هذا الكلام ينطبق على كل التخصصات وكل المهن. هي شغله كثير مهمه هلا حنرجع لها. اول نقطه، انت اليوم خلصت بكالوريا وما عاد بدك تعيد تكميلي وجايب علامات عاليه، اقرا عن باقي الافرع، اقرا عن المعلوماتيه، اقرا عن اي شيء ثاني، اي تخصص انت مبدع فيه فممكن يحقق لك دخل مخيف، دخل فلكي ومكانه فلكيه. ومو الطب هو مثل ما بيقولوا توب التخصصات، ومو الهندسات هي طب التخصصات، لا. الشيء اللي طبعا العائد السائد الطبيعي، اذا انا بس بدي فوت ادرس واخذ شهاده، اي مزبوط الطب صح، بس انت اذا بتضيف لهذا الموضوع شيء ثاني فانت افضل بكثير. وكم من الطلاب انا بعرفهم عم بتعامل انا وياهم هن دارسين طب بشري واليوم طالعين ورايحين يشتغلوا بزنس، رايحين يشتغلوا تجاره، رايحين يشتغلوا، مع انه هو خريج طب. فكثير مهم هي الشغله تعرفها، الجيد عدو الافضل. جيد اختصاص الطب، روح شوف في افضل لك، في انسب لك. هي اول نقطه. ثاني نقطه اللي بدنا نعيده هلا، بدنا نعيده على التكميلي. اول شغله بدكم تعيدوا على التكميلي، قاعد انا وطالب فامي قال لي كلمه كثير حلوه، قال لي انا بدي اعيد الرياضيات وادرس كل شيء مشان ثلاث علامات. قلت له وقف، تعال نشوف كثير مفيد هلا بهي المرحله اللي بدكم تعيدوا. قبل ما تعيدوا تكميلي جيبوا المفاضله وشوفوا المفاضله وعبوها كانكم بدكم تسجلوا بالجامعه. حتنتبهوا انه في فرع جامعه عامه وفي فرع صار جامعه خاصه. الفرق بيناتهم تقريبا ثلاث علامات. هي الثلاث علامات يعني كلفت اهلك بحدود الجامعه ان يكون 100 مليون ليره. فانت عم تعيد مو مشان ثلاث علامات، انت عم تعيد مشان 100 مليون ليره. فرق كثير كبير، فرق كثير خرافي. بس تخلص نصيحه الكل، جيبوا مفاضله السنه الماضيه واطلعوا على المعدلات كلها واكتبوا قبل ما تدرسوا، قبل ما تبلشوا ابدأ والغاية في ذهنك، فكر بطريقة. بس تخلص مفاضلة خليها قدامك،
جيب سلم التصحيح، سلم الدورة الماضية، جيب السلالم تبع الدورة الماضية، خاصة اللي بدك تعيد فيهم، المواد اللي بدك تعيد فيهم. حتنتبه انه في سؤال جوابه سطر عليه الثلاث علامات، يعني هذا السطر حقه 100 مليون. فحتستوعب الفكرة قديش حتدرس، فحيصير عندك انطلاق كثير كبير. هذا الدافعية تعرف ليش عم تدرس. اثنين، اختار مواد، طبعا الاساتذه اللي هلا موجودين على احتكاك مع الطلاب بينصحوك، اوعى الفكره اللي ما حدا بيعرفها، كثير من الطلاب بيغيب عن ذهنهم. التكميلي كتله، شو يعني كتله؟ انت اخترت ثلاث مواد فجبت علامات اعلى بمادتين وعلامه نقوطه، ما فيك تختار هدول المادتين وهي الماده. يستبدل الثلاث مواد بالثلاث مواد، يستبدل المادتين بالمادتين. ما في انا والله من التكميلي باخذ هي العلامه ومن الدوره الاولى باخذ هي العلامه، لا، ما في تطبيقه الاعلى، لا. التكميلي المواد اللي عدتها على التكميلي راحت علامتها وصارت علامتها على التكميلي. فاختار مواد انت قوي فيها، اختار مواد سهله بالنسبه لك، اختار مواد متباعده ما يكونوا قراب على بعض عشان ما يضربوا بعض، اختار مواد طبعا. ولا، ما في قاعده هون، اوعى تسمع من فلان او علتان او انا حعيد هيك، فرفقات الشباب الشله كلها حتعيد علوم فانا حعيد معهم علوم، اوعى. هذا الوقت هلا كله بده يعيد رياضيات بالعلمي. لا، في ناس سنه برياضيات كله بده يعيد رياضيات. هلا مع شب مسكر للرياضيات وبده يعيد العلوم مثلا، شلون فروقات الفرديه مخيفه، فروقات الفرديه بين الناس مخيفه. قاعد معه عم بحكي انا وياه، فقال لي انا استاذ بالعلوم عندي مشكله بالخيال، ما عم بستوعب الفكره. فاقعد شوف استاذ بيقويك بالنقطه اللي انت ضعيف فيها. في اساتذه قوايا بنقط معينه، اذا بدك تقعد مع حدا او تحضر جلسات الامتحانيه وكذا، هل هو مفيد؟ ايه مفيد. هل هو ما اذا اوفرت كثير خبرتك عم تدرس مع اساتذه؟ لا، في شيء لازم تشتغله مع حالك. كثير مهم هدول اختيار ثلاث مواد اللي بدك تساويهم على التكميلي يكونوا متباعدين، يكون علاماتك فيهم طبعا متدني اكيد، رايح لك فيهم ثلاث علامات، سبع علامات، تسع علامات، اللي هو طبعا 99، نحن جيلنا ما بيستوعب لسه انه صارت مضروبه بعشرة. فكتير مهم هاي النقطة. ثلاثة، من هلأ بلش بثانية بثانية استغل الوقت، ثانية بثانية استغل الوقت. وطلعت العلامات كان ليلتها في مين من الطلاب رايحين يحضروا دورة، فإنه أنا اليوم طلعت العلامات، إيه أستاذ اليوم طلعت العلامات، بدنا نبلش. الأساتذة كلهم بلشوا، يعني بلشت الدورات وبلشت ورجعت المعاهد من يوم ما من ثانية طلعت العلامات. فبلش رجع لدراستك، لا تقول والله لسه معي وقت، تمام؟ تذكر شو صار المرة الماضية، حتتذكر انه في سؤال بتوصل لعنده بتقول يا الله هذا يا ريتني. متى ما استوعبت هي الخلطه، تمام، هي التركيبه، قدم بسم الله. زيح وانت عم تقدم، زيح هذا الموضوع. لا تروحوا نفسيا انه يا الله راح علي الهندسات، راح علي الطب، يا الله راح علي المدري شو. هلا اذا حكينا باختيار التخصصات بقى كلها، كل التخصصات دون استثناء بملء الفم، كل تخصصات الجامعه وتخصصات الحياه فيها تحقق مكانة اجتماعية عالية ومال دخل عالي وشغل عالي وشغل مريح، وما في تخصص بسيط. اليوم إذا بدك تساوي إبريق شاي فعندك، بدك تساوي شاي وبدك تحط السكر، إذا زودت سكر شوي ما عاد تنشرب الطبخة كلها، إذا زودت شاي زيادة إبريق شاي. تخصصك نفس الشيء، في له مقادير معينة، كل مقادير بدها تكون دقيقة جدا. إذا حطيت المقادير انت حتكون يعني حدا كثير كثير مميز، مو بس بتخصصه، بمحيطه وبناسه. كثير من الطلاب بيطلع له تخصص، يا الله شو هذا هندسه معلوماتيه، يا الله شو هي اليات ثقيله، يا الله انا معهد محاسبه، يا الله انا بعرف صبيه مثلا دخلت بيولوجيا، يا الله شو بيولوجيا، تمام، بالبيولوجيا اختصت بالسنه الاخيره، اختصت ليزر، هلا هي دكتوره ليزر، تمام. في شاب مثلا قصه كثير شهيره دائما وجه تحيه للاستاذ رامي تكريتي مثلا، بيقول انا دخلت لغه عربيه، انه ظلالي لغه عربيه، انا ما بدي لغه عربيه، فانه مثل بيقولوا ندبت حظي ويا الله على زماني. اليوم هو اسم كبير بالبلد وهو استاذ موجود بمعهد، وكثير من الاساتذه بعرفهم، يعني مشان نحن ما نكون نبخس حدا حقه، تمام. الفكره انه كتار الموضوع، انه انا يمكن يطلع لي تخصص انا ما عجبني. طول بالك، اقرا عن كل التخصصات، في كثير موضوع. نحن عندنا فعاليه اسمها يوني لينك، هلا نحن متى ما بلشنا باخر المفاضله بنبلش ننزل مقالات كل تخصص، شو مجالاته العلميه، شو ترتيبه، شو فيه فرص عمل، شو فيه مشاريع شخصيه، كل هي القصص موجوده. اقرا عنها، اقرا قد ما بدك، تطبيق ابلكيشن موبايل، طبعا
ممكن على الافتراضيه، تفتح الموقع الافتراضيه موجود بكل الافتراضيه، يعني انا ما جبت علامات في على الافتراضي في على الافتراضي. المستقبل لا ينحصر، ما عم اقول طبعا البكالوريا هو انه ما له طعمه والشهاده ما له طعمه والعلامه ما له طعمه، لا هي بوابه مهمه، شغله كثير مهمه، بس ليست نهايه الحياه. يعني هي بدايه الحياه وليست النهايه. وحتى اللي بينجح بالبكالوريا لا يفكر هو خلاص، لا يرخي بدن، لا السبب الخير لقدام. يعني دائما انا بقول لهم مرحبا، شفتوا كل شيء درستوه بالبكالوريا؟ عندكم وسطيا بالجامعه بالسنه الاولى بالجامعه تقريبا في 7 مواد بمعظم التخصصات، كل ماده من الـ7 تخصصات قد البكالوريا كلها. يعني مبروك انتم رحتوا على الجامعه. هلا بيروح بخف هي الوهره تبع البكالوريا، هي تبع عندك بكالوريا هي بتروح بتوقف. يعني انت بتصير عندك جامعه. فكتير مهم هي النقطه انا اعرفها، انه انا بسوق العمل بكره مستقبلا انت ما علامتك ما حدا بيسالك عنها، انت على بكره حيسالوك. اليوم انا بمكاتب هندسيه بتعمل مقابلات مع حدا، شو انجزت، شو اشتغلت، شو جربت. طبعا. وهم بدي اسالك، اليوم نحن عندنا فئات من خليني اقول الطلاب. نعم. في عندنا طالب يمكن وضعه مثل ما قلت وضعه المادي هو اللي بخليه يتوجه لاختصاص. نعم. معين وبيمشي مسار حياته كله بناء على وضعه المادي، ما فينا ننكر هذا الشيء. في عندنا طالب مدلل، يعني اهله مفوتينه على الامتحان، شو ما جبت اللي بدك اياه. نعم. إذا جاب طب العيادة موجودة، يعني اختص وين ما بدك والعيادة موجودة. وفي عنا طلاب اللي هن بلشوا يمكن خبرات سابقا، يعني أنا بشوف مثلا ببعض الأماكن بيكون عم يدرس وعم يشتغل. نعم. فبلش يشوف أنه الحياة هي مو بس تماماً. هي الأفرع اللي بالجامعة، لا أنا ممكن فوت شيء يعلمني. هدول كلهم رح يلتقوا بمكان واحد اللي هو المفاضلة، حتى بعد الدورة التكميلية اللي هي آخر مرة هي السنة مشان ننوه. نعم. ما عاد في بقى فرصة ثالثة، خلص حتكون من السنة الجاية ترجع مثل زمان مثل أيامنا. يعني حصلنا هي ثالث سنة بنقول هي آخر سنة. لا إن شاء الله بقى هي السنة مشان يرجعوا هيك. نعم. يجدوا عن جد وجديد. طيب خلينا نحكي هي الفكرة، اليوم الأهل قديش بيلعبوا دور بهي المفاضلة بالذات؟ يعني بتذكر في كتير ناس هو بده يحط خيار معين وأهله بيقولوا له لا حط هاد حط هاد حط هاد. الاهل طبعا يحلموا بانه هن يتخيلوا انهم عم يقدموا افضل شيء لاولادهم، بس هن بزمانهم ولترتيبهم. نصيحه للاهل اليوم، الله يوفقكم، انا احترم جدا كنت رغباتكم انا مع صديقي كان دكتور قاعد مع ابنه، فابنه بس عم يقول له بابا اعطيني التخصص اللي انت بيعجبك اكثر. ابوه رافض يسمي له اي تخصص مشان ما ياثر على قرار ابنه، انه انا ما بدي اقول له. فالشاب هو عنده رضا ابوه، يعني مثل بيقولوا كان قال لي رضا ابي خط احمر، فهو بده يسمع من ابوه تخصص معين عشان مثل بيقولوا يفوت فيه. ابوه ما عم يقول له ولا تخصص عشان ما ياثر على قراره ولا هالقد. كثير مهم اليوم تدعم قرار ابنك. اليوم نصيحه ان شاء الله، اذا ابنك خسرته معركه البكالوريا ورسب بكالوريا وما جاب علامه، ان شاء الله لا تقول له فاشل. مين قال لك انه هو فاشل؟ هو ما بيناسبه هذا الاختبار الموجود، يمكن هو مو ناجح دراسيا، بس مين قال لك انه هو فاشل بالحياه؟ صحيح. مين قال لك انه هو الولد ما له طعمه وما حيطلع منك شيء؟ ان شاء الله مو هيك، تمام؟ واذا قال لك هذا الكلام مرحبا، كثير من الاباء بيقولوا هذا الكلام بالنسبه لهم، عم اقول للطالب هلا. كثير ابوك عم يقول لك هذا الكلام مفكر حاله مسكين انه عم يدفعك، ما عم يفكر حاله انه عم ياذيك نفسيا. لا، فخذها بطريقه كثير حلوه، خذها بطريقه انه انا اهلي حابيني مثل ما بيقولوا يطوروني يشدوني. فخذ النقطه الثانيه تبع التحدي، وهي كثير طلاب نحن بنعرفها، انه انا قالوا لي انت فاشل، لانه قالوا لي فاشل مثل بيقولوا والله لورجيهم. صحيح. وخاصه بهذا العمر بتاثر عليهم سلبا. اي طبعا في منهم بتاثر عليهم سلبا. امتى؟ لما بيسمعها بطريقه سيئه. الاهل حكما بيحبوك، حكما عفوا دفعوا عليك دم قلبهم لوصلوك لهون، فحكما هن عم يقولوا لك اللي برايهم افضل شيء، من سواء من تخصص، سواء من طريقة، سواء من أسلوب، سواء حتى أنت فاشل، روح مع تحاكيك، أي مقاطعة هلأ صارت بالبيت، هن كل هاي الأساليب برأيهم يدفعوك للأفضل، برأيهم يدفعوك للأفضل. فنصيحة، خذ بهذا المعنى اللي عم يصير واندفع للأفضل. تمام. هلأ كثير مهم هاي القصص اللي أنت قلتيها، أنه أنا واحد مثلا والله، هل هو إذا ابن البابا ومدلل والجامعة مأمنة، هل هو معناته مستقبله مأمن؟ لا. نحن كثير بنعرف ناس ضوعوا ثروات اهلهم لانه هن هيك، تمام؟ فمشان الله يا اولاد الذوات اللي معهم مصاري، لا تريح ابنك لانه يمكن تدمره، تمام؟ لا تطالعه معاق،
تأمن له كل شيء يطلع الولد معه. الدلالة اللي بيدمر دائما مش دايم يعني. تماما 100%. والعكس بالعكس، هل يا شباب انه اذا طلع لك فرع، انا امبارح مع شخص شاب طلع له تعويضات سنية، مع هالتعويضات السنية بالنسبة للناس انه هذا يعني تمام. اليوم امبارح والله قاعد انا وياه صدقا دخله احسن من طبيب تمام. شاب لسه ما تخرج، بقى له كم مادة لسه ما تخرج مع هالتعويضات السنية، قال لي انا مستلم المخبر الفلاني وعم بشتغل بالامر الفلاني واو واو الى اخره. فبالتالي ودخله جيد جدا وعم يفكر يفتح مخبر ولسه ما تخرج. فيا جماعة الخير، روقوا شوي على حالكم، روقوا شوي على اهاليكم، روقوا شوي على اختياراتكم. كمان استاذ هيك بتعقيب سريع، اليوم الاهالي حتى من مرحلة التاسع، اليوم طبعا اي اهل بيرغبوا انه يكون ابنهم الافضل، اذا الولد طلع له صناعة خربت الدنيا، لمرحلة البكالوريا بيوصل اهلين بالدكتور مثلا او اهلين بالمحامي، هذا الشيء قديش اليوم عم بيأثر لما هو ما جاب هي النتيجة، انت خجلتنا قدام العالم. اليوم اكثر الاهالي عم بيدوروا على المحيط اكثر ما عم بيدوروا على مستقبل الولد، وهذا الشيء يعني كلياتنا عنا هي القصة صراحة. التاسع لسه حكاية تانية تماما. حقيقة بالتاسع اليوم التعليم المهني حصر عنا بسوريا، التعليم المهني أنا أتمنى يضاء عليه. التعليم المهني وقت بيفوت أي حدا على سيراميات مثلا الصناعة الثالثة أو كذا، حتشوفوا مكانات والله مو موجودة بالجامعة يا جماعة، والله اللي عم يشتغلوا يعني أنا طالب إلكترون موجود، أنا بعرف طالب إلكترون عم يدرس بالبرامكة بالسيرامية المهنية اللي بالبرامكة، رباح حمبالي اسم الثانوية، والله انه شاغل يعني شاغل على العناصر الالكترونية وشاغل على الدارات اكثر من مهندس اتصالات وموجود. ما في مشكلة يشوفوا اليومية المهني اليوم تماما واللي هو اليوم وبيفوت على سوق العمل من 11 وبالبكالوريا اكثر من الجامعة، وهالسنتين معهد بيكون قوي جدا. يا ريت يتضوى على يعني يا ريت تمسك كاميرا وندور تشوفوا قديش الناس اللي 10 و11 وبكالوريا هو يعمل بالتعليم المهني. للأسف اليوم برأيهم بالتاسع إذا فات تعليم مهني معناته هو خالص. شلون في شاب اليوم واحد من أكبر الشباب اللي بيدرسوا طلاب الاقتصاد، هو خريج ثانوية تجارية وهو وطلاب اقتصاد بيعرفوا اللي فايت معهد محاسبة وبعدين في كمال اقتصاد بيكون هو أفهم من كل طلاب اقتصاد، لأنه هو اشتغل 3 سنين على تخصصه. وهلأ في دراسة يعني هلأ الوزارة الله يعطيها العافية هلأ أعلنوا يعني إنه في دراسة إنه من العاشر رح يكون في مثل توجهات إنه هذا بده يفوت تخصص هندسي، هذا بده يفوت، حيكون في شيء من رح هذا الموضوع تساعد كمان وتسهل يعني. هلا شو اللي بده يصير ما بنعرف، بس يعني نتمنى هذا الشيء يعني. استاذ سليم مثل العاده دائما معلومات مهمه وقيمه، وان شاء الله نكون فدنا كل المشاهدين يا رب. شكرا شكرا لحضورك معنا اكيد، ونتمنى التوفيق لكل الطلاب.